أخبار اليوم. مهرجان مشرف، مهرجان كويس، معمول بشكل كويس، منظم بشكل كويس، و يعني حاجة كويسة جدا من المهرجان انه يبقى على شرف الفنانة العظيمة فاتن حمامة، ويبقى بيكرم الفنان عمر الشريف وفنان نور الشريف. دي حاجة يعني مفرحانا كلنا، والأجواء بتاعت المهرجان بأفلامنا القديمة الحلوة حاجة مخلية مدية روح للمهرجان مختلف السنة دي. لا ازاي ده، انت يعني انت بتتكلم عن تاريخ، ويعني لازم دايما نفتكرها، ولازم نفتكر كل نجومنا العظام اللي رحلوا، وكمان خصوصا انه يعني فنانة فاتن حمامة كانت يعني علامة من علامات السينما المصرية. يعني اكيد مبسوطة جدا، ونفسي الفيلم ان شاء الله ياخد جوائز، وهبقى ان شاء الله حريصة ان انا اجي احضر الفيلم واشوف رد الفعل، لان ده هيبقى اول مرة يتعرض ان شاء الله في المهرجان. موجودة حامل. الله يبارك فيك. لا دلوقتي، لا دلوقتي انا مأجلة شوية. بحرص اني اكون موجودة في كل سنة. انا مبسوطة انه فعاليات المهرجان السنة دي فيها تطور ملحوظ وتنظيمه عن السنة اللي فاتت. مبسوطة بمظاهر الفعاليات بتاعت المهرجان. تكريم من النجوم الكبار دي واجب، واقل حاجة نقدر نقدمها المسيرة محترمة ومسيرة كلها خبرة وفن عظيم ومحترم. واتمنى ان كل الشباب يحرصوا زي ما انا بحرص، وزي ما كل الزملاء الشباب اللي حضروا النهاردة، ان هم يبقوا موجودين ويساعدوا في نجاح فعاليات هذا المهرجان لحد الختام بإذن الله. شايفاه شيء مهم، وزي ما بقولك ده أقل واجب مننا لمسيرة عظيمة، مسيرة فنية عظيمة قدموها نجوم كبار زي الفنانة فاتن حمامة وعمر الشريف ونور الشريف. أقل حاجة نقدمها لهم إن إحنا نعمل ده النهاردة في الافتتاح، ودايما نفضل فاكرين إن الناس دي قدمت للفن كل حاجة، وإحنا نفضل نتعلم منهم طول الوقت. عندي أريد رجلا إن شاء الله هينزل في آخر السنة دي، وستين حلقة إخراج أستاذ محمد مصطفى مع إياد نصار والجميلة سهير مرشدي وأميرة العايدي، في ناس كتير قوي مش عايزة أنساهم. إن شاء الله مسلسل يبقى ناجح، وعندي فيلم بحضره اسمه الكيت وإن شاء الله يطلع فيلم كويس.